السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله في حياتكم. كما كتشوفوا هنا راني كنوجد في الصفوف وبغيت نشارك معكم الطريقه ديال الوالده ديالي. انا هنا دايره المقادير بالطوبل، كل واحد على قد جهده، يعني ممكن انكم ديروا غير كيلو ولا نص كيلو على حسب المستطاع. وبالنسبه للدقيق اللي عندي انا درت النص ديالو قمح قمح كامل والنص ديالو فورس، يعني خلط الطحين بجوج. بالنسبه للقمح الكامل راني غربلته في الغربه الرقيق عاد حمرته. دابا انا هنا عندي 3 كيلو ديال الدقيق مخلط فوس وقمح كامل، عندي 3 كيلو ديال اللوز قليته بالقشور ديالو وطحنته مزيان حتى خرج الزيت ديالو. ضروري طحنوه مزيان تيخرج لي دم ديالو باش كيدم لينا السفوف. والنص ديالو غير هرمشتو. وبالنسبه للوز اللي باقي عندي هنا غادي نسلقو ونقليه ونزوق به، بان لي انا كثير غنزيد ناخذ منه ونهرمشو نزيدو حتى هو في السفوف. بالنسبه للوز انا قليته، ممكن انكم تحمروه، المقلي كيجي بنين والمحمر كيجي صحي. عندي 3 كيلو ديال الزنجلان نقيته وحمرته وطحنته مزيان تخرج لي دم ديالو. النص ديالو خليته صين، يعني ما طحنته ما والو، خليته بحال هكاك حبيبات. اما بالنسبه للسكر كلاصي راه كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، كاين اللي كيبغي السفوف حلو كاين اللي كيبغيه ناقص من الحلاوه. عندي 3 المعالق كبار ديال النافع وجوج معالق كبار ديال حبه حلاوه وثلاثة حتى لربعة المعالق كبار ديال القرفه، وعندي جوج جوزات محكوكين. دابا غنخلط النواشف كامله وغنخلطهم مزيان حتى يتجمعوا مع بعضياتهم. غندير اللوز وغنزيد عليه الزنجلان ونزيد عليه القرفة والنافع وحبة حلاوة والكوزة ونحركهم مزيان. بالنسبه للمسكه الحره راني نسيت ما حطيتهاش مع المقادير، كناخذوها ونطحنوها مع شويه ديال السكر باش تحل لينا مزيان، وغنزيدها على المقادير. من بعد ما خلطت المكونات مزيان زدت الزبده مذوبه حتى رجعات نوازيت وحيدت الكشكوشه اللي كتكون فيها، وزدت سكر كلاصي. كما قلت لكم سكر كلاصي على حسب الذوق، ما عطيتكمش العبار بالضبط، ما بغيتش ندير كما درت انا داك العام، كنت درت صفوف وخديت المقادير من واحد القناه في اليوتيوب اللي مشهوره، والعبار اللي عطانا ديال سكر كلاصي
جاني صفوف حلو بزاف، واخا زدت بزاف ديال المقادير بقى حلو. دابا ما بغيتش ندير نفس الغلط وخليت، ما بغيتش ندير زعما نفس الغلط، وبديت كندير السكر كلاصي شويه بشويه حتى وصلت للذوق اللي بغيت انا. هنا زدت الزنجلان وزدت اللوز المهرمش اللي عندي، صافي، وكنبقاو نجمعو. كما كتشوفوا السكر كلاصي راه كنزيد شويه بشويه حتى نوصل للذوق اللي بغيت. من احسن ما يكونش حلو بزاف. هنا ما غاديش يتعجل ليا مزيان، غنقسمو على جوج، غندير النص في القصريه والنص غنخدمو هنايا باش يتسهل عليا في العجين ديالي. ضروري تبقاو دلكوه مزيان باش يخرج كاع اللي دام لي فيه. كل ما دلكتوه مزيان كل ما كيجي صفوف زوين. كما قلت لكم انا الصفوف قسمته على جوج، النص اللي كنخلط فيه غنزيد عليه كاس مع مرش ديال الزيت العود، والنص الاخر غنزيد عليه غير الزبده صافي. بالنسبه لزيت العود انا كيعجبني في الصفوف، وكاين اللي ما كيبغيش المذاق ديال زيت العود في الصفوف. هذه هي النهايه ديال الصفوف اللي صوبت، واللي صوبته بطريقه تقليديه، طريقه ديال جدود جدودنا. راه كيجي معلك معلك وكيجي زوين، وكما شفتوا انا ما درتش فيه ليدان بزاف، يعني درت غير القياس، غير هو خاصو يتدلك مزيان 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 باش يخرج ليدان ديال اللوز وديال الزنجلان. وكنتمنى ينال اعجابكم.